طبقنا اليوم من بلد جديد اسمه لقمن من أوزبكستان. المكونات: فلفل حار، جزر، لحم عجل فيليه، معكرونة، طماطم، بصل، بطاطا، فلفل حلو، معجون الطماطم، زيت نباتي، ملح، كمون حب، كزبرة حب، فلفل عطري حب، فلفل أسود حب، وكزبرة خضراء. نبدأ بدق الملح والبهارات ما عدا الكمون الحب. هيك تمام. هلأ بدنا نبدأ التقطيع. منقطع البطاطا بشكل أصابع طولية. ومنقطع الجزر بنفس الطريقة، لكن بسمك أقل من أصابع البطاطا. ومنقطع البصل شرايح. والفلفل الحلو منقطعه قطع مناسبة. هلأ البندورة منقطعها مكعبات. منقطع الفلفل الحار قطع كبيرة. هلأ اللحمة بدنا نقطعها شرايح تكون رفيعة وطويلة. منصب كمية وافرة من الزيت النباتي في الوك. ولما يحمى نقلي فيه قطع اللحمة. منضيف الفلفل الحار والبصل ومنحركهم مع اللحمة. منضيف الجزر ومنستمر بالتحريك. منفرك الكمون الحب باليد ومنرشه فوق اللحمة والخضار. منضيف الفلفل الحلو، وبعد ما قلبناه مع اللحمة رح نضيف البندورة ونحرك. منغطي الوك ومنخفض النار لحتى تستوي اللحمة. هلأ منفتح الغطاء ومنصب المي ومنضيف الملح والبهارات الحب. منضيف البطاطا، وإذا الطبخة بتحتاج ملح زيادة منرش رشة. نرجع كمان شوي منغطي الوك، منفتح الغطاء ومنحرك المكونات، ومنضيف صلصة الطماطم ومندوبها في المرقة. منضيف المعكرونة ومنغمرها بالمرقة. ومنرجع نغطي الوك ومنترك المكونات على النار لحتى تستوي. هلأ منرفعها عن النار. منسكب اللقمن في طبق التقديم ومنزينه بأوراق الكزبرة. وألف صحة وهنا. نعمل هلأ نودلز الأرز مع السمك والباذنجان. المكونات: خس روماني، باذنجان، فلفل حلو، زعتر أخضر، سمك فيليه، نودلز الأرز، بيض، فطر الأذن الخشبية، كراث، بصل، ثوم، فلفل حار، وكامي، كزبرة خضراء، نشا ذرة،
زيت السمسم، زيت نباتي، صويا صوص، ملح، أوريجانو، مردقوش، زعتر ناشف، فلفل أسود حب. مستمرين في وصفات النودلز. نبدأ وصفتنا بنقع نودلز الأرز بالماء ومننقع الوكامي بالماء. والفطر المجفف مننقعه بالماء ومنترك الجميع على جنب. هلأ بدنا ندق الملح والبهارات بالهاون حتى ينعموا. هيك تمام. هلأ منقطع سمك الفيليه قطع طولية. ومنفرم التوم. ومنقطع البصل شرايح. ومنقطع الكرات شرايح. نفرم أوراق الكزبرة فرم ناعمة. ومنقطع الفلفل الحار قطع صغيرة. هلأ منقطع الفطر بعد ما صفيناه من المي. منكسر بيضة في زبدية ومنخفقها بالشوكة. منضيف النشا ومنرجع نخفق. مننزل قطع السمك في الخليط ومنحركها حتى يغطيها من كل الجوانب. منحمي زيت غزير ومنقلي فيه قطع السمك. ومنحركها ولما تاخد لون ذهبي خفيف منطلعها ومنصفيها من الزيت. منصب زيت نباتي في الووك ومنصب فوقه زيت السمسم. هلأ منقل التوم والفلفل الحار بالزيت ومنضيف عليهم البصل والكرات وفطر الأذن الخشبية ومنقلب الكل مع بعض. منصب الصويا صوص ومنرش الملح والبهارات ومنضيف قطع السمك المقلية والنودلز بعد ما صفيناها من المي والوكامي بعد ما صفيناه من المي والكزبرة ومنرجع نصب الصويا صوص. وهيك منسكب النودلز مع السمك في طبق التقديم. ومنزين بالحرنكش وأوراق الكزبرة وعرق زعتر أخضر. وهيك منكون انتهينا. وبالهنا والشفا. رح نحضر سوا بلح البحر المشوي. المكونات: فلفل حار، ثوم، ليمون، كزبرة خضراء، بلح البحر، زبدة، جبنة حليب الغنم، صلصة السمك، كرات، أوراق الخس، كافيار أسود، رقائق روبيان، صلصة سيراتشا، أرز بسمتي، صويا صوص، هونداشي، زيت السمسم وزيت نباتي. وصفتنا لمحبي الأكل البحري. نبدأها بقلي رقائق الروبيان واللي هي رقائق جافة مصنوعة من النشا والأرز ومنتجات بحرية، وأهم منتج فيها الروبيان. وبس تنقلي بالزيت بتنفش وبتصير زي تشيبس، وممكن تكون بيضة أو ملونة. ها
هلأ منطلعها ومنصفيها. بناخد جزء من قشرة الليمونة. ومناخد جزء من حبة الليمون ومنخليه على جنب. منقطع القشرة شرايح رفيعة كتير. ومنقطع الفلفل الحار قطع صغيرة. ومنقطع الكرات قطع صغيرة كمان. ومنفرم الثوم فرمة ناعمة. وأخيراً منبشر جبنة الغنم بمبشرة ناعمة. منصب زيت في القلاية ومنقلي فيه الثوم ومنحرك. بعدين منضيف الكرات ومنقلب. منضيف الفلفل الحار ومنستمر بالتقليب. منضيف صلصة سيراتشا ومنرجع نحرك. منحط قطعة زبدة وبس تدوب شوي منصب بالسويا صوص وصلصة السمك ومنحرك. منعصر قطعة الليمون ومنضيف شرائح قشرة الليمون ومنقلب. منضيف الهونداشي والمي ومنستمر بالتحريك لحتى تصل للقوام المطلوب. وهلأ رح نجهز الرز. منضيف الملح للمي المغلية ومنضيف الزيت ومننزل الرز. وبس يغلي منوطي النار ومنسكر الغطاء. وهيك استوى الرز وصار جاهز. على صينية الخبز منرتب حبات بلح البحر ومنوزع الصلصة اللي جهزناها فوق الحبات. ومنرش الجبنة المبشورة فوق الصلصة. ومندخلها على الفرن. منرتب رقائق الروبيان في طبق تقديم مفرود. ومنحط فوق كل رقاقة قطعة من ورق الخس. ومنرتب بلح البحر فوق الخس. ومنزين بأوراق الكزبرة. ومنحط شوية من الكافيار الأسود فوق كل حبة من حبات بلح البحر. ومنقدم رز البسمة الأبيض على جنب. منزين بالملح الخشن والبابريكا. وصحة ومية هنا. خلينا نعمل سوا وونتون مقلية. المكونات: بصل أحمر، ثوم، فلفل حار، نودلز فونشوزا، رقائق وونتون، فطر شيتاكي، بامبو معلب، جزر، لحم عجل فيليه،
كاجو، فول سوداني أو فستق، بيض، تفاح، صويا صوص، سكر، خل الأرز، شراب العسل، زيت نباتي، زيت سمسم، وبصل. رح نبدأ بتحضير الصلصة. رح نقطع مكوناتها ونبدأ بتقطيع الثوم لقطع صغيرة، ومنقطع البصل مكعبات، منقطع نص التفاحة بعد ما قشرناها وشلنا منها البذور، مناخد ربع حبة اللومي، وهلأ بدنا نحمص الفستق والكاجو في مقلاية بدون زيت. منحط الفستق والكاجو المحمصين بالمحضرة، منحط فوقهم الثوم والبصل والتفاح والسكر، ومنعصر قطعة اللومي، منضيف شراب العسل واللي هو عبارة عن معلقة عسل دوبناها بثلاث معالق مي. هلأ منضيف خل الرز، إذا مش متوفر ممكن نستخدم خل عادي، بس منضيف لكل معلقة كبيرة خل ربع معلقة صغيرة سكر. نضرب المكونات بالخلاط مع بعض، نفتح المحضرة ومنضيف الصويا صوص وكمان زيت السمسم، ومنرجع نخلط لحتى نحصل على صلصة. بدنا إياها تكون بهذا القوام. منحط النودلز في وعاء وبنصب فوقه مية دافية وبنتركه. منكسر بيضة في زبدية ومنخفقها بالشوكة، منقطع الجزر قطع صغيرة كتير، ومنفرم البصل الأحمر فرم ناعمة، منقطع فطر شيتاكي قطع صغيرة، ومنقطع الفلفل الحار قطع صغيرة، ومنفرم الثوم فرم ناعمة، ومنقطع سيقان البامبو المعلب قطع صغيرة، منقطع لحم العجل شرائح رفيعة وصغيرة، منحط قطع لحم العجل في المحضرة ومنضيف عليها صويا صوص وشوية من النودلز ونص البيضة المخفوقة، ومنخلطهم سوا لحتى يصيروا بهذا الشكل. مننزل خليط اللحمة في وعاء عميق، منحط فوقه الثوم والفلفل الحار وسيقان البامبو والبصل الأحمر والجزر والفطر، ومنحركهم سوا، منصب عليهم شوية من زيت السمسم ومنرجع نحرك. منحشي عجينة الوانتون بخليط اللحمة. إذا ما توفرت عنا عجينة الوانتون ممكن نعملها بالبيت أو نستخدم عجينة السمبوسك بس النوع السميك. ندهن أطراف الحبات بمخفوق البيض ومنسكرها بشكل مثلث. منغطس الحبات بالبيض المخفوق من كل الجهات ومنقليها بالزيت. بس يتحمر الوجه الأول نقلبها على الوجه الثاني. لما يتحمروا الوجهين منطلع الحبات ومنصفيها من الزيت. منحط صلصة الفول السوداني والكاجو في نص طبق التقديم، ومنوزع حبات الوانتون حواليها، ومنزين بالزعتر الأخضر والكركم، وبالهنا والشفاء.